ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. لا والله شنت قريب. اوه ماي جاد. السلام عليكم يا متابعين واصدقائي الرائعين. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد واهلا وسهلا بكم بقناتنا من جديد. اليوم راح نلعب لعبة ترفع الضغط. من اقول ترفع الضغط يعني ترفع الضغط، افتهمت؟ راح نلعب اليوم لعبة جيومتري داش. هاي اللعبة جدا حلوة، ولكن يعني حتى الليفل الاول يمكن ما تقدر تعبره. المهم خلينا نبدي نلعب، واهم شيء اهم شيء يا متابعين لا تنسوا تعطونا اللايك، اشتركوا بالقناة، تفعلون الجرس حتى لا يفوتكم اي فيديو اذا كنتم جديدين على القناة، حتى نكمل نشوف فيديوهات اكثر ونستمر على هاي الفيديوهات. ومثل ما قلت لكم هاي العطلة راح ننشر هواي فيديوهات بالقناة، وان شاء الله تستمتعون بهاي الفيديوهات. فيلا خلينا نبدي بهذا العذاب. طبعا يا شباب حاليا مثل ما تشوفون امامكم هسه بدينا نلعب اللعبه اللي هي جيومتري داش. طبعا هي لايت هذه النسخه، بالاندرويد تكون افضل. يعني هسه تشوفون الشاشه نوعا ما صغيره، ولكن يلا خلينا نبدي. بسم الله خلينا ننتقل للمرحله الاولى اللي هي ستيريو مادنس. لعبت شويه حتى اجرب اللعبه، يلا خلينا نبدي. الله يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ما صح نسيت هذا والله مالتي. بسم الله. هي مرحله مو صعبه، بس شباب مثل قلت لكم المرحله الاولى يمكن ما تعبر، يعني ساي مرحلة محل صعبة. اوكي اوكي ايزي 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 شباب ايزي. يلا 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 نريد نخلص مع المرحلة. اول مرحلة مفروض سهلة شباب. رجع اقول لحد ينسى اللايك والاشتراك حتى نستمر. بدي يرتفع ضغطنا شباب، بدي يرتفع ضغطنا. والله شباب المحاولة الثالثة. بسم الله يا رب ننجح. بس لابقى على الكاميرا يا باش. لسه اي شباب الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اي يعني مرحلة حلوة قريبة شباب. يسوي ما سهل اصلا ماكو شيء. ها يلا شباب ارجع مكعب. لا كوين يا غالي فلوس ما حصلت بحياتي ما حصلته. اوكي شباب بدا شوية تصعب. يا شباب بس ردنا نكمل. حلو تركيز يا شباب. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. لا والله شنت قريب. اوه ماي جاد اوه ماي جاد. لا شباب اوه ماي جاد. ابو تيك توك شباب كنا حيل حيل قريبين نختم الليفل. كنا حيل قريبين. شكلنا كل حلقه راح نلعب ليفل واحد شباب من ورا الصعوبه اللي بيها. يعني الليفل الاول سهل بس هم يراد له سكيل ومهارات. حسبنا الله ونعم الوكيل على اللي سوى اللعبه. شلون يحس؟ شلون يحس؟ بس تبقى لعبة حلوة. يلا يلا يا ابوي. يا شباب حلو حلو حلو. بدينا نتعود بس لازم نركز لانه نجي شيء جديد احنا ما شايفينه مرات نغلط بيه. بس ما يخالف شوي شوي نتعود. يلا بسم الله الحمد لله والشكر الحمد لله. ايه لا يا ابوي
وشوف راح نكملنا. الحمد لله. حلو حلو حلو، راح نكمل شباب. اعتقد راح نكمل. ليتس جو ليتس جو شباب، الحمد لله كملنا هذا الليفل الصعب والمضغوط وال شنو يا شباب، ما حسبنا يعني المهم شباب الحمد لله كملنا هذا الليفل. والله كان ليفل يعني يرفع الضغط بشكل مو طبيعي صراحه يعني. فشباب طبعا اعتقد لهنا راح ننهي الفيديو زين. لا تنسون تعطونا لايك، تشتركون بالقناه وتفعلون الجرس حتى لا يفوتكم اي فيديو. طبعا كانت اللعبه جدا جدا يعني نهائيا شلون اقول لك، كانت كلش ما يعني بيها ضغط. والليفل الاول كان حيل حيل حيل، هو سهل لكن شفت كم محاوله. دوكو الخرق شنو سهل، ايش قاعد تصخم تقول صعب وفضاش تشلب يعني. فشباب انا لا اطول الحق عليكم زين، لا تنسون لايك تشتركون بالقناه وتفعلون الجرس حتى لا يفوتكم اي فيديو. اقول لك اشو تمو مال احترام، وانطيناك لايك واشتراك تشلب، وان شاء الله نستمر على هاي الفيديوهات. اكتبوا لي رايكم بالكومنتات عن الفيديو، عن المونتاج وشونه، او اذا عندكم افكار نسويها. ومع السلامه.